نسمع اللولب الشجري ده بيلائم اكتر للسيده اللي الرحم بتاعها كبير. بالظبط. حلو قوي. بالظبط. ده موجود في مصر، اسمه في الصيدليات والعيادات اسمه يوكير. حلو قوي. في كمان مثلا لو العكس بقى، لو حجم الرحم صغير، لو حجم الرحم صغير وما تمش اختيار اللولب المناسب له، هي هتشتكي من اثار جانبيه كتير. زي ايه مثلا؟ الم شديد في اسفل الظهر، الم شديد حوالين الرحم، نزيف زياده عن العادي. دي ايه الصوره اللي معانا على الشاشه دي يا دكتور؟ يا فندم، دي ده صوره العلبه بتاع اللولب اليو كير، اللولب الشجري زي ما هو يمكن نوضح. ده للسيده اللي الرحم بتاعها كبير. اوكي بالظبط. طيب هو احنا يا جماعه يعني بدقه تامه ولكن لو السيده الرحم بتاعها صغير في لولب شجري اخر بس حجمه صغير، اصغر من ده للحجم الرحم الصغير، اسمه سليك. ده برضو موجود، هو قصير فبالتالي يناسب حجم الرحم الصغير، فيبقى مريح للسيده ذات حجم الرحم الصغير بمشاكل. اقل. طيب. كتير جدا. في بقى اللولب الفضي. ده بقى ايه بقى اللولب الفضي ده؟ اللولب الفضي اللي هو اسمه سيلفر لاين 380 معانا على الشاشه، ولا ده الاولاني؟ ده السليك. اوكي بالظبط كده. العلبه البينك دي ده اللولب السليك اللي هو اللولب القصير يناسب حجم الرحم الصغير. حلو قوي. اللولب الفضي اللي هو سيلفر لاين 380 ده موجود فضه مع النحاس اللي فيه. ميزه الفضه اللي فيه زي المنظم كده، بينظم. لا ثواني بقى، ده الموضوع كبير. يعني دلوقتي اللولب ده اصلا الماتيريال بتاعه فضه؟ هو فضه مع نحاس. فضه مع نحاس فقط. حلو جدا. اوكي، هو اللي معانا ده على الشاشه. بالظبط. طيب ده مميزاته ايه؟ يعني حاسه ان دي حاجه جديده. هو الجديد اللي فيه ان هو من اكتر انواع اللوالب اللي ممكن تبقى مريحه للسيده اللي بالذات بتشتكي ان ممكن يحصل لها نزيف بسهوله، او ان هي عندها انيميا نقص حديد. اوكي. فبالتالي خايفه انه اي لولب عادي يعمل لها نزيف كتير فبالتالي الانيميا عندها تزيد. فبالتالي لما بتركب اللولب الفضي زي سيلفر لاين 380 بينظم لها عمليه تفتيت النحاس من اللولب، فبالتالي بيبقى كل حاجه بالنسبه لها اريح. اوكي، يعني احنا ممكن نسميه اللولب الامان للحالات الحساسه مثلا. صح كده؟ ممكن. طيب اللولب ده اي واحده برضو، يعني مثلا رحم كبير رحم صغير، اي حد يعرف يعني يستخدمه ولا برضو لحاجه معينه؟ هو طبعا مش مفضل بس للحجم الرحم الصغير. وان كان احنا في بلدنا عموما عدد السيدات ذات حجم رحم صغير يعني يمكن موجود بس قليل شويه. حلو. فبالتالي سيلفر لاين بيقدر يناسب يعني اغلبيه السيدات لو بنفوق يعني بنركز على موضوع حجم الرحم يعني. وفي برضو اطباء كتير يعني بيفضلوه، لان في الاخر تاني زي ما بنقول هو الطبيب هو اللي لازم بيختار لها انسب حاجه. اوكي.